أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، سائلين الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما نسمع بإذن الله تعالى. نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم الشيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. وأذكركم أيها الإخوة بجوال البرنامج للتواصل عبر الواتساب وكذلك الرسائل النصية فقط، 0501 7 8 55 36. على بركة الله نبدأ حلقة هذا اليوم بما بعث به الأخ عبد الإله من جدة، يسأل يا شيخ صالح ويقول في قوله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، يسأل يقول: ما هي درجة العفو والصفح في حياة المسلم تجاه إخوانه ممن أخطأوا عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن درجة الصفح والعفو بين المسلمين أنها درجة عظيمة بموجب الأخوة الإسلامية وبموجب حسن الخلق، فلا شك. والإنسان سيواجه بعض الأشياء التي قد لا يريدها أو أنها تؤثر عليه، ولكن يصبر و يعفو ويصفح عمن حصلت منه. هذا هو موجب التآخي في الإسلام، موجب نشر المحبة بين المسلمين. وقد يحصل يعني أشياء بين الناس، بين الإخوة وبين فيها شيء من القسوة، لكن تأخذ العفو والصفح مما ينسيه هذه الأشياء وتذهب لا أثر لها. أحسن الله إليكم. يقول: بارك الله فيكم، وكيف يدخل في أجر قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين؟ نعم، في هذه الآية وعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يكظمون غيظهم ولا يتأثرون به ويعفون عن الناس إذا حصل منهم شيء من المخالفة، وعدهم الله بالأجر العظيم. وهذا خلق كريم أمر الله به وأوصى بالتزامه بين المسلمين. نعم. بارك الله فيكم. أبو ثامر من الخرج يقول: كيف يكون تطبيق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن؟ هذا الحديث يشتمل على منهج حياة المسلم مع إخوانه المسلمين، فيجب أن يمتثل هذه الأخلاق وهذه الآداب الشرعية من الصفح عن من أساء والعفو عنه وبذل الإحسان. هذه أخلاق إسلامية عظيمة يتصف بها المسلمون فيما بينهم. نعم. سؤاله الأخير في هذه الرسالة يقول: قضاء الحاجة لأن أقضي حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف سنة، ما المقصود بذلك؟ المقصود بذلك إذا احتاج أخوك المسلم
إلى إعانة أو إلى مال أو إلى مساعدة، فإنك تبذل هذا له ولك الأجر العظيم، لأن الاعتكاف أجره قاصر على صاحبه، لكن هذه الصفات هذه ثوابها وتأثيرها يتعدى إلى الناس وإلى الإخوة فيما بينهم. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ صالح. هذا يقول بارك الله فيكم، وفي قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، يسأل يقول: هل هناك رسل لم يذكرون في القرآن الكريم؟ نعم، هناك رسل لم يذكروا في القرآن الكريم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فدل على أن هناك رسل لم يأتي لهم ذكر في القرآن الكريم. والرسل من عهد آدم عليه السلام، فآدم عليه السلام نبي، وجاء من بعده رسل من ذريته. نعم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة أيضا هذا يقول: أقرأ سورة البقرة لشفاء والدتي، فمتى أنفث في الماء؟ عند نهايتها أو نهاية كل ورقة أو كل آية؟ تنفث في الماء عند نهاية كل آية، عند نهاية كل آية، لأجل أن يحصل المقصود من الرقية. نعم. السؤال الآخر يقول: يعني ما هو فضل سورة البقرة وقراءتها للتشفي بها؟ نعم، سورة البقرة هي سنام القرآن كما جاء في الحديث، والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة كما في الحديث الصحيح، فهي سورة عظيمة وفيها آيات بينات وفيها أحكام عظيمة ووصايا ربانية، فهي سورة عظيمة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الحسد وخطر الحسد، حيث يقول أن هناك بعض القرابة لا يحبون الخير لي ويحسدونني في كل الأمور، فما هو توجيهك للحاسد؟ على الحاسد أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يترك الحسد، وأن يتمنى للناس الخير ويدعو لهم بالخير. والحسد حذر الله منه في القرآن الكريم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، كما قال سبحانه في سورة المعوذات: ومن شر حاسد إذا حسد. نعم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: هل يجوز لزوجي أن يعطيني من زكاته؟ نعم. هل يجوز لزوجي أن يعطيني من زكاته؟ لا يجوز هذا، لأن نفقتك واجبة عليه، فينفق عليك ولا يعطيك الزكاة. نعم. من عجز عن الوفاء بالنذر ماذا يفعل؟ إذا لم يقدر فإنه لا حرج عليه، ولكن إذا متى ما قدر فإنه ينفذ النذر. نعم. حكم الاجتماع عند أهل الميت لتعزيتهم 3 أيام؟ لا يجوز هذا. يقول أحد الصحابة: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، فهذا من النياحة، لكن إذا صادف أن جاء ناس يعزونه من غير اتفاق، وإنما اجتمعوا من غير اتفاق، هذا لا حرج فيه. أما أن ينظم هذا ويتفق عليه فهو منهي عنه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى، يقول: كيف كان الإيواء هنا في هذه الآية؟ آواه الله سبحانه وتعالى ورزقه وحفظه، فهذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم،
ألم يجدك يتيما فألم يجدك يتيما فآوى، آواه الله وتولاه سبحانه وتعالى. نعم. يقول أيضا: هل هو المخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك؟ نعم، المخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يقول: كيف تكون التوبة وما هي شروطها؟ التوبة تكون بثلاثة شروط، لا تصح إلا بثلاثة أركان. أولا الإقلاع عن الذنب تركه، ثانيا العزم ألا يعود إليه، ثالثا الندم على ما حصل منه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: سائق شاحنة يقطع يوميا أكثر من 700 كيلو متر، هل يترخص برخص السفر؟ نعم، هو أولى بذلك. الذي يتكرر سفره ويتردد هو أولى برخص السفر لوجود المشقة العظيمة عليه إذا لم يستعمل الرخص الشرعية. نعم. بارك الله فيكم. هذا يقول: أحد الأبناء والده يمنعه من الذهاب للمسجد بحجة الخوف عليه، فما الحكم؟ هذا خطأ. إذا كان يخاف عليه يذهب به معه، إذا ذهب للمسجد يذهب به معه ويرجع به إلى البيت. نعم. راتبة الظهر هل تصلى 4 بتسليمة واحدة؟ لا، راتبة الظهر ركعتان قبلها وركعتان بعدها. نعم. يسأل يقول: الذي لا يستطيع أو المريض الذي لا يستطيع السجود، هل له أن يسجد على طاولة الكرسي؟ لا، يسجد بالإيماء، يسجد بالإيماء وهو جالس أو واقف. إذا كان لا يقدر على السجود يسجد بالإيماء وهو على الكرسي أو على طاولة أو على شيء مرتفع أو على الأرض. نعم. هل يجوز تأخير العقيقة عن اليوم السابع؟ حسب الاستطاعة، فالعقيقة تكون في اليوم السابع، تكون في اليوم 14، اليوم 21، أو تكون بعد ذلك متى ما تيسرت. نعم. هل يجوز الصيام يوم ويفطر يوم؟ نعم، هذا صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. خير الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. بعض المصلين هداهم الله يرفع الصوت بالقرآن والذكر في المسجد، فما حكم ذلك؟ إذا كان يشوش على الناس فلا يجوز له ذلك، يأتي بالذكر سرا بينه وبين نفسه بحيث يسمع نفسه. نعم. أثابكم الله. هذا يسأل من اليمن، يقول: عن دعاء الاستخارة قبل أو بعد السلام؟ دعاء الاستخارة بعد السلام، يصلي ركعتين، لأن جاء في الحديث أنه يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم إذا سلم يدعو بدعاء الاستخارة الوارد. نعم. قل: هل صحيح أن ثواب الحج أو العمرة يصل للمتوفى؟ نعم، كل الأعمال التي تدخلها النيابة يصل ثوابها إذا تقبلها الله، يصل لمن فعلت له حيا أو ميتا. نعم. هذا يسأل يقول: أنا إمام لأحد المساجد ولا أجيد مخارج الحروف في القرآن الكريم وصفاتها، فهل أترك الإمامة بسبب ذلك؟ إذا كنت لا تلحن في القرآن بمعنى أنك ترفع المنصوب أو تخفض المرفوع أو ما أشبه ذلك، فلا تأم الناس. نعم. المسافر بالطائرة الذي لم يحرم إلا في جدة لأن إحرامه مع العفش نسيه، ماذا يفعل؟ يكون عليه فدية. إذا أخر الإحرام كان يؤخر، كان إذا حاذ الميقات فإنه يخلع الملابس ويلتف بها على جسمه من غير أن يلبسها،
وتقوم مقام ملابس الإحرام حتى يجد ملابس الإحرام ثم يغيرها. نعم. هل تقبل صلاة المتشاحنين إذا أبى أحدهما الصلح؟ نعم، ورد في الحديث أنه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل فيغفر لعباده، إلا من كانت بينهم شحنة، فإن الله يقول لملائكته أمهلوا هذين حتى يصطلحا. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. من الأسئلة أيضا التي وردت إلى البرنامج عبر جوال البرنامج، هذا يقول: توفي وأوصى بثلث ماله صدقة وهي عند صديقه، فهل للورثة أن يتركوها عنده؟ نعم. يسأل ويقول: ما توفي رجل وأوصى بثلث ماله صدقة وهي عند صديقه، فهل للورثة أن يتركوها عنده؟ إذا كان يصلح لتنفيذ الوصية، يصلح لتنفيذ الوصية يتركونها عنده، إذا كان لا يصلح يذهبون للقاضي ويغير الوصي. نعم. يقول: ما هو حد مدة القصر والجمع بالنسبة للمسافر؟ 80 كيلو فأكثر. والأيام؟ نعم. والأيام يا شيخ؟ ما لحد، ما دام مسافر يجمع ويقصر. نعم. هل زيارة القبور لها وقت معين؟ ليس لها وقت معين، إلا في الليل فإنها مكروهة، وأما في النهار فهي زور متى ما تيسر له ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هل يجوز أن أعطي أخي الزكاة دون أن أخبره بأنها زكاة؟ إيه نعم، إذا كان يكره أخذ الزكاة أو لا يريدها فلا بد أن تخبره، أما إذا كان ما يكره ذلك ويأخذ ما يعطى فإنك تعطيه ولا تخبره. نعم. حكم الصلاة جمعا وقصرا قبل دخول العصر ب20 دقيقة تقريبا. نعم. حكم الصلاة جمعا وقصرا. نعم. قبل دخول العصر ب20 دقيقة. لا بأس بذلك، كل وقت الصلاتين يصير وقت واحد، ففي أي يعني وقت من وقتهما المتسع صلاهما جمعا فإن ذلك يجزي عنه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: والدتي كثيرا ما تسمع القرآن الكريم عبر المسجل أو عبر الإذاعة، فهل هذا أفضل أم تسمعه قراءة نقرأه عليها أفضل؟ أفضل أنكم تقرؤون عليها وتستمع القراءة الحية، هذا أفضل. نعم. يقول: بارك الله فيكم، هل من كلمة من الشيخ عن من أصيب بالفتور بعد شدة العبادات؟ عليه أنه يعني لا يشق على نفسه العبادات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالعمل فيما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، فلا يشق على نفسه كثرة العبادات. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: ما معنى قول الله عز وجل: إني لأظنك يا فرعون مثبورا؟ نعم، هذا فرعون لما أنه اعترض على موسى عليه السلام لما جاءه بالآيات البينات اعترض عليه وقال في موسى: إني لا أظنك يا موسى مسحورا، قال الله جل وعلا: إني لا أظنك يا فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. نعم. أحسن الله إليكم. خارج الأرض أو الخارج من الأرض المسقى من السدود بمعدات، هل فيه زكاة؟ نعم. الخارج من الأرض المسقى من السدود بمعدات، هل فيه زكاة؟ نعم، فيه زكاة، سواء سقي بالسواني أو سقي بالماء الجاري من الأودية أو من الأنهار، كله فيه زكاة. نعم. أيضا هذه بعض الأسئلة من الأخ عبد الله من الرياض، يقول: حكم الصلاة بلا إقامة؟ تصح الصلاة بلا إقامة، ولكن
الأفضل والأكمل أن تكون بإقامة. نعم. الدكاكين والدور المعدة للإيجار هل فيها زكاة؟ لا، في نفسها ما فيها زكاة، ولكن تكون الزكاة في الآجار الذي يحصل عليه منها. نعم. هل يجوز التجارة بأموال اليتامى في الأسهم؟ إذا كان لا يخاف عليها، إذا كان لا يخاف عليها وهي فيها نفع و يعني حصيلة جيدة، فإن لا، لا بأس أنه يجعلها في الأسهم. نعم. وهل يعتبر ضامن يا شيخ؟ لا، هو ليس بضامن إلا إذا فرط، إذا فرط فهو ضامن. نعم. يقول: حكم التيمم على البلاط الذي ليس عليه غبار. لا بد من الغبار الذي يعلق باليد، فلا يتيمم على شيء ليس عليه غبار. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى أسئلة أخرى وردت إلى البرنامج. أبو ناصر يسأل ويقول: هل قراءة سورة الملك تمنع من عذاب القبر؟ نعم، ورد هذا أنها المنجية، سماها الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنجية، فقراءتها إذا تقبل الله ذلك فإنها تنجي من عذاب القبر. نعم. يقول: هل المسلم مقيد في ربحه في التجارة بحد معين؟ لا، ما ليس الربح مقدر بحد معين، ولكن حسب الحاجة إليها وحسب الرواج في الأسواق. نعم. ولكن هناك من يبالغ في الربح يا شيخ. الربح ليس اختياري، المعروض للبيع قد يربح وقد لا يربح، وقد يكون ربحه كثير أو قليل، ليس هذا باختياري. نعم. على حسب العرض والطلب. نعم. من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب هل يسلم نفسه ليطبق عليه الحد؟ ينستر بستر الله ويتوب إلى الله عز وجل، هذا أفضل له، أن يتوب فيما بينه وبين الله توبة صحيحة ولا يفضح نفسه. نعم. إذا صلى الإمام العصر خمسا ولم ينبه إلا بعد انصراف بعض المصلين، فما الحكم في ذلك؟ الذين انصرفوا صلاتهم صحيحة، والذين بقوا يسجد بهم سجود السهو. نعم. هل زكاة المال على أصل المبلغ أم عليه مع الفوائد؟ نعم، عليه مع فوائده، الفوائد تابعة له. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. ما الحكم في من زار مكة المكرمة وأدى العمرة ثم رغب أن يؤدي العمرة عن والديه؟ لا بأس، يخرج إلى التنعيم أقرب الحل، يخرج إليه ويحرم منه لمن أراد. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يقول: هل يجوز طلاق الحامل وكيف تعتد؟ طلاق الحامل نعم يجوز، الحامل التي تبين حملها يجوز يطلقها. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يقول: ما هو فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم؟ فضل من الله سبحانه وتعالى، فيكون يعني له أجر الصدقة وأجر الإحسان إلى هؤلاء، وهذا عند الله سبحانه وتعالى حسب نيته وقصده، والله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول حفظكم الله: ما معنى حديث لا إيمان لمن لا حياء له؟ لا أعرف هذا الحديث. سؤاله الآخر: الحياء شعبة من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: ما تفسير قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ نعم، المراد بهذا المرور على الصراط، كل الناس يمرون على الصراط، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، على قدر أعمالهم تمر بهم أعمالهم على الصراط. وهذا معنى قوله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة؟ لا أعرف هذا الحديث بهذا اللفظ، لا وصية لوارث، طيب، لأن الله أعطاه ميراثه فلا يزاد عليه. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا أبو تركي يسأل ويقول: بارك الله فيكم، هل يجوز لي أن أتصدق بمال والدتي كبيرة السن بنيتها هي وهي لا تعلم؟ لا، لا يجوز لك، يجب عليك أن تحافظ عليه، لأنها أصبحت محجورا عليها، فيحفظ مالها، فإن شفاها الله فهي تتصرف فيه، وإن توفيت فهو لورثتها. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يقول: بارك الله فيكم، لي أولاد متزوجون ولي ولد متزوج وهو طالب والبقية متوظفون، فهل يجوز لي أن أساعده لظروفه دون بقية إخوانه؟ نعم، إذا كان يحتاج وهم أغنياء فيجوز أن يعطيه ما يساعده على حاجاته. نعم. يقول: بارك الله فيكم، كيف يكون الإحسان إلى الخدم وهل هم من أهل الزكاة؟ إذا كانوا فقراء فهم من أهل الزكاة، نعم، وهم مسلمون. نعم. بارك الله فيكم. هذا يقول في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، ما المقصود بالمعروف؟ عاشروهن بالمعروف، يعني المقصود بالمعروف بين، يعني بين الزوجين، يعاشرها بالإحسان، يعاشرها بالرفق، يعاشرها بالمحبة. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل حفظكم الله هو السؤال الأخير في هذه الحلقة في قول الله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك، كيف يكون الإحسان بالمال؟ بإخراج زكاته أولا، وهذا واجب، بالصدقة منه، صدقة التطوع، بإقراض المحتاج منه قرضا حسنا. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ صالح، وبارك الله فيك وفي علمك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتك. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. جزا الله الشيخ خير الجزاء، وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه، وأن ينصر جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي، إنه سميع مجيب الدعوات. شكرا لكم أيها الأخوة، وتحية لكم من عبد الرحمن مدرع وسلطان العتيبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.